أثقل والله. فحين أنا هالأيام قاعد أتقرأ وليش أكتب كذي؟ جورج وسوف مرة عن ألبوم طبيب جراح قلوب الناس أداويها، يقول أنت روح داو صوتك عشان داو كذي يعني. إنك كنت فتى طايش. كنت وايد حلوة فتى طايش. كنت صغير. الحين ما نقدر نقول هذا الطايش. 16 سنة 17 صغير يعني. الحين تعلم. بس إيه صح يعني أنا كذي نفسك يعني أقعد على الهواء ولا كني على الهواء ما أخذ راحتي. أذكر صارت لي مشكلة مع أول لقاء سويته زهرة الخارجي. كان المانشيت أنا على استعداد لتدريب أي فتاة تعشق التمثيل. فيا وإخواننا البابا نويلات. كريسمس جاي بالطريق. سووا لنا مشكلة. نخلي مسؤوليتنا. عندنا اتصال، عندنا مفاجأة. فنقول ألو. عندنا مفاجأة حق بشار. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير يا هلا. مساء النور. مساء النور. مساء الورد يا هلا. أنا انصدمت طبعا. لا مو صدقكم الاتصال من الفنانة أمي الغالية. طبعا الاتصال من الفنانة فنانتنا القديرة سعاد عبد الله. شخبارك؟ والله بخير، عساكم بخير. أولا أحيي ضيوفكم بالبرنامج وبشار والجميع حبيبتي. وأشكركم على اتصالكم والتواصل معنا. الله يسلمك يا انطلاق. انا مصدومه للحين طبعا. اصرار مصدومه كبيه الدعوه بصراحه. يا هلا انطلاق. احنا قاعد نتكلم ساعه عن النقد والنقد وهذا في يعني انا قاعد اقول الحين بقول ان الفنانين الكبار احنا عندنا خط احمر كصحفيين وككويتيين احنا يعني مو كدخلاء على الصحافه. فقاعد يتكلمون عن الناس اللي قاعد تهاجم والطب يعني لا هو 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 ما في باس من الهجوم يعني لا أو النقد، خليني ما أقول الهجوم، خليها تحتها ألف خط. النقد مش الهجوم. الهجوم شيء والنقد شيء آخر. النقد تنتقد عمل عشان تقوم شيء، تنتقد وضع عشان تقوم شيء، تنتقد حالة عشان تعدل وضع، عرفت شلون؟ أما الهجوم لمجرد الهجوم هذا ما أعتقد مرفوض بكل الأعراف يعني. يعني مو بس حنا، على مستوى العالم كله مرفوض أنك تهاجم إنسان لمجرد الهجوم. لكن إحنا أنا شخصيا ما عندي مانع اللي ينتقدني حتى وإن شارفت على 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 نصف قرن من العمل. لكن هم محتاجة أني أشوف، محتاجة مرآة صحيحة. ممكن تقول لي أنت عملتي هذا ما كان مفروض ينعمل، هذا حصل، هذا ما كان مفروض ينعمل هذا. أنا كلش ما عندي مشكلة مع هذا لكن قضية أنه 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 هجوم لمجرد الهجوم، ولا تهميش عمل، ولا تهميش مجموعة، ولا تهميش شخص، ولا تجريح. لا، أنا أعتقد هذا مرفوض، مو بالنسبة لي، بالنسبة على كل الأصعدة، مش مسألة فنية بعد. أنا بيتهيأ لي هذه تنطبق على كل شيء في المجتمع. صحيح. على 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 مستوى اجتماعي، على مستوى فني، على مستوى سياسي. انتقد بما فيه باللي يملي عليك ضميري. والله يا ام طلال اللي سمات سندريلا ما غلط والله العظيم. الله يخليك. العرب للحين، العرب الى الحين بعدين الحين لا خلاص على سندريلا عيوز. لا تدري طال عمرك ان شاء الله. استاذه سعاد ما شاء الله عليك، انت كنت مبدعه برمضان بمسلسل فرصه ثانيه، فيا ريت لو تعطينا شيء حصري لنا احنا نعرف شنو عمل لك جديد ان شاء الله حق السنه الجايه هذه. والله يعني لا تعتقد انها تهرب يما، بس المسألة اني والله قدامي اكثر من نص، وعارف اللي يقول المثل الكويتي اللي يقول كثرة وخطاطيبها وبارت. الله يوفقك ان شاء الله كل اعمال تشتغلين. قدامي نصوص بس ان شاء الله ما يبور. غريب الدار، غريب الدار ان شاء الله ناطرين. غريب الدار خلصنا منه، انتهينا، واعتقد راح يعرض على اكثر من قناة ان شاء الله. ولا انا اقصد سؤالي عن رمضان والله عندي اكثر من نص وقاعده اقرا فيهم، وتعرف هذا ياخذ وقت يعني. صح. يعني التقرير بحد ذاته الناس خلت الواحد يعيش في حاله من المسؤوليه والرعب يعني، عشان اقرر انه هالنص هذا راح الناس تتواصل معاي فيه وراح يحبونه عشان ترضينهم. عفوا، عشان ترضينهم، عشان ارضيهم وارضي نفسي. عرفتي شلون؟ هذه ترى مهي مساله سهله. وناطرين ابداعك وتميزك فنانتنا سعاد. وعندي طلب صغير، ودي اشوفك بدور شرير. شوف غريب الدار. امنيتي هذه، امنيتي برمضان. شوف غريب الدار. على قولت اللي يقول ما طلبت الا عزك. لا تسوينا الله يخليك. انا سويتها ماما في غريب الدار،
لكني يعني مو خايفة، وايد متخوفة، ماني متعودة. مو قضية تعود، هو الفنان يقدم أي شيء، يعني ماكو أطيب من محمود المليجي على قولتهم في الحقيقة. فهمتني؟ لكن أنا يعني عملت لدرجة لما كنت طالع بالمونتاج مع أبو وليد بعض المشاهد مع قاف الفاضل، واي أقول واي قطيعة يكرهها، واي قطيعة يكرهها، أقول كذي. يعني أنا لوهلة كرهت الشخصية، فما بالك الناس. أنا قلت بالنظام ما أتخيل أم طلال تمثل دور شريرة، تذكرون كنت أقول لكم أنا أحبها، ما أتخيلها بدور شريرة، ولا راح أصدق إن أي بس تمثل دور شريرة. عندي سؤال، فنانتنا القديرة أم طلال سعد عبد الله، سؤال، شنو يعني لك صحفي بشار جاسم؟ والله هو من عيالنا الشباب اللي يشد الظهر فيهم، يعني يا بعد قلبي، يعني نظيف في التعاطي مع الآخرين. في 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 هذه مهمة يعني. وبعدين أنا أوصي بشار بالدرجة الأولى، وهو اللي يمون عليه، والبقية لا تقسون على الشباب. يعني أوكي إحنا قابلين القسوة الكبار، صدق أو تصدقين إحنا قابلين القسوة، لكن في في في, في جيل جديد انتقدوا بذرابة، انتقدوا برقي علشان تأخذون بدينهم. إحنا مستمرين، هذا الجماعة الجيل الأولي قاعد يعني نفقد كل فترة واحد وطولة العمر للموجودين، لكن البركة فيهم، البركة في الشباب، البركة في ما ضربت إلا عزيز طال عمرك. لا أنا أقفز بلا قسوة، بلا قسوة. إنزين أنا طال عمرك بمرش مع مشاوي السلام من المكتب هاليومين، ها؟ إنا لله وإنا شو قصتها هذه؟ هذه مشاوي بعد ما قالت مشاوي السلام، يعني شيء في أكل. أنا شوفي قلب، يعني ماني مستحية، أنت لا تهددني، هذا نوع من الابتزاز، توني أمدحك ما مداني. قلبت أقلب تدريب فيه. إيه الحي. هل أقول لك، أنا نظري يعني بدون نظارة القراءة تصير صعبة بالنسبة لي، بالذات من التليفون. دورت أكبر خط في التليفون، أظهر نوكيا للحين ما دروا عن حالتي. خط وايد كبير. فمشاري البلام. وتحته مشاوي السلام. يا عد دقت على مشاوي. مولا سبا بارك، انا اقول لو سمحت ابي اسوي اوردر مع ابي دياي مشوي وابي عرايس وابي اشوف اللي على الخط قاعد يضحك. كمل ما تنطر انه يقول لها لا غلط من اللي لا خلاني استنيت خلاني ابد اليوع كافر. بعد عمري يا ام طلال يعني اتصالت هذا على عنا وراسي، على راسي انا والستاف والمخرج ريفيرس كلنا، يعني عزيزين وغاليين والله يوفقكم. بس في عندي سؤال، يعني انا انتهز الفرصه بصراحه، انا ودي اسال السؤال لو تسمحي لي استاذتي. بغيت اعرف على ايامكم، طبعا انتم مؤسسين الفن بالاعلام عندنا بالكويت، طبعا شلون شايف الفن على ايامكم وشلون شايف الفن الحين؟ الله يهو سؤال يبيله صفحات. اي والله قبل ما تقول عارف شنو يبيله صفر، يعني مجلدات فعلا. لا يعني انا اقول لك باختصار، يعني يمكن كان الوقت مختلف، الوقت كان اكثر براءه، الوقت كان اكثر نقاء، الوقت كان اكثر محبه وود والفه. يعني انا لا تقولوا لي لا تعبين في الوقت، لا هو الوقت يمثل مرحله. عرفت شلون؟ هناك يمكن كنا مندفعين، لا احنا مندفعين علشان فلوس، لان كانت اجورنا الله يعلم فيها دينارين ودينارين ونص اول ما بدينا، هذا في 63 62، ولا كان شهره، ما كنا نعرف شنو شهره، ما كان هذا التوسع على العالم كله وتشوف القنوات عشان تعرف شنو شهره ويصير عندك حلم تنشهر، لكن كان اندفاعك لمجرد حب للشيء هذا. حبكم للتمثيل. الوضع الحين شوية اختلف، يعني الحين الواحد يعني في مشاحنات، في بغضاء، في 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 ما أبي أكون قاسية، بس أتمنى بالفعل إنه 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 تصفى الأرواح وتصفى النفوس، ونقدم اللي يحبون لهم حق علينا إن نقدم لهم شيء، نقدم لهم شيء، لأن أساساً الحالة فيها توتر عامة في العالم كله العربي حتى، وإحنا عندنا بالساحة في الكويت الحالة فيها توتر، فمسؤوليتنا إحنا كفن إنه نزيح هذا التوتر بأي شكل من الأشكال، مو إن نساهم فيه من خلال هذا يحط حق هذا ولا هذا يحكي في هذا ولا هذه تسوي حق هذه، لا
لا لا لا مو هذا الجو، مو هذا الجو. أها أكيد أستاذة، يعني بس ما اللي حكت الأستاذة ما حد يقدر يتكلم، يعني شوفوا سندريلا مؤسسة الفن سندريلا قاعدة تتكلم وتسقط على الجيل مثل ما يقولون الحالي، فيعطيك ألف ألف عافية، وإذا حابة تقولين كلمة أخيرة أكيد نورنا كلمتك. شكرا جزيلا لكم، شكرا. الله يسلمك ان شاء الله. الله يحفظكم، الله معكم، الله يخليك، يعطيك العافيه ولكم طوله العمر. عقب اتصال طلال فاصل لا تسالوني ولا سؤال. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بشار جاسم. بدينا لكم شباب وبنات من عقب الفاصل، طبعا اسئله اوكي قدر احنا نرجع من الفاصل بدون ما حد احنا عادي نرجع من الفاصل قاعد نسولف ستيل، احنا قاعد نسولف بعدين يلا فلان تكلم. ميمي قاعد تسوي شعر هذيك اليوم خلاص بلا وايه دير بالكم قاعدين مع ناقد صحفي. انزين قبل شوي قبل شوي نواف سالك استاذي انه يعني عن كتاباتك وعن الطريقة اللي تكتب فيها وكذي، في سالفة عن الكتابة اللي هي انك تكتب باللهجة الكويتية واللهجة المحلية، هذا الشيء اللي انت تميزت فيه. اوكي بعدها قلدوك ناس، يعني اللي كانوا ينتقدون بلشوا يقلدون، فشلون طلعت ببالك هالفكرة؟ حبيت يكون اللقاء يعني ايش عندك جديد؟ والله عندك هو بعد هم لمباء هي، يعني جريت لمباء هي عندها هالستايل، بس انا لقاءاتي حبيت اميزها كذي، شنو جديدك؟ يقول لي ولا ايش تبي اكتب ولا يعني يا ها كذي نقاط كذي جيم ثلاث نقاط كان ما حد يسويها، يعني جيم ثلاث نقاط حكي حكي كذي. يعني انت سويتها عشان تخاطب الفئه اللي قاعد يعني فئه الشباب نفسهم انهم تعودوا على اللقاء، يعني اللي يقرا كويتي يحس انه كان موجود موجود باللقاء. سهاله مو من اين اتيت من هذه صح لاحظنا انه وايد صحفيين بالاونه الاخيره قاموا يكتبون هالشيء، حتى بالمقالات السياسيه احيانا نشوف حكي كويتي. لا ليش صار كذي؟ وش حق السياسه ما لي شغل فيها طبعا. يعني انا قاعد اقول لك انه مو بس على الصعيد الفني، قام الكل الحين يكتب باللهجه الكويتيه. زين استاذ بشار، صار لك موقف جميل جدا في البحرين، كلمني. لا والله مو جميل لا هو جميل صراحه انا بالنسبه لي على سمعته جميل. شنو الموقف اللي صار لك؟ مجمع السيف تحديدا، هو سيف وهو بقالات وهو امشي ايه ممكن صوره ليش محمود اي محمود بشري لا محمود لا انت يبكي والله امه تقول ايش دعوه صوره يلا يلا صوره دشيت جمعيه انا الله يذكرها بالخير مرام قلت لها خاطري ما تفوز دياي قلت لها جربي لا شيء بعربانه ثانيه يمها مو عم شاري البلان كنا بالبحرين قاعد يصورون مسلسل ايه فرايح انا اغطي لهم وي واحد طاير حق مرام هات الكاميرا فورين مع محمود فهي عصوت انه انا ما عرفني وعرفك غلط ما عرف يصور معي انا مرام بعدين يصور مع محمود بشير قلت له خلصي صوريني مرام كان تصورني بعدين تأذيت قلت والله ما انا لا انت فمحمود دقلي كان يقول لي انت بالبحرين قلت له ايه انا اقول الناس تدق علي ايش عندك بالسيف والله يقول لا انت بالسيف فجاملت الحين اللي يشوفوني البحرين انا اسف قلت لكم مو انا بس انا ما اشوف شبه انا بيني وبينه نوجه لكم تحيه حق اهل البحرين بس طبعا اللي كان موجود هو الصحفي دوبلير دوبلير مال بشار جاسم دوبلير مال في بوها قويه يعني الوهله شي لما اطالعك ايش رايك بالوهله؟ الوهله الاولى الوهله الاولى الوهله الاولى زين ما شاء الله شفناك كاتب وشفناك معد شو الفرق؟ نبي نعرف الفرق بين الاعداد نفس الشيء والكتاب ما في فرق. انزين ما في كاريزما او سرعه بديهه او شيء خاص حق الاعداد نفسه؟ لا لا نفس الشيء الاعداد. انا الحين احط لك مساله مثلا مع طلال مثلا سالوها كذا 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 نفس اللقاءات اوكي هذه كبرامج عاديه كبرامج حواريه شلون يصير السالفه؟ نفس الحوار مال الجريده سوي حواريه. اها يعني باختصار ان الكتابه نفس الاعداد نفس الاعداد ما فيها فرق. طبعا اليوم اتصالات وايد يا رب يزيد ويبارك يا رب يزيد ويبارك ما شاء الله لا اله الا الله عيني على الاتصالات بارده فمعنا اتصال ونقول الو. الو مرحبا اهلين مساء الخير شلونك هبه؟ بخير الله يسلمك. طبعا معنا الفنانه هبه الدري مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا مقلبين. هلا هلا. هلا مقلبين. هلا بصديق الطفولة. صديق بشار أسميه وبشار أخوي الروحي يعني اللي عادة دائما نقول أب الروحي كذي لا أنا أقول هو فعلا أخوي
يعني بما انه هو اليوم ضيفكم. ايه.